تتواصل الانطلاقات وشوطا يتلوها الاخر في ارضية هذا الميدان، ميدان الوثمة عاصمة الميادين، وشوطا الثاني عشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيقه حاملا تحديات الافكار المحلية. نسير هناك في طريقنا الى المراكز المتقدمة والى سكان المقدمة الذين يسيطرون على المراكز الاولى. ارى من على بعد من على الصدارة والغمة والريادة والمركز الاول، هناك على المركز الاول الوجبة راشد بن محمد بن سعيد المري على الصدارة والمركز الاول، بينما المركز الثاني والتغيير من الشاهنية مسلة بن كميد بالذويب العامري هناك على المركز الاول في هذه اللحظات الجميلة. المركز الثالث هناك حرير حجي بن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي على المركز الرابع الثالث والمركز الرابع، والوصول الجميل هناك من مياسة خميس بن عتيج بن جمعة الرميثي وصل في هذه اللحظات الجميلة والرابع. المركز الخامس هناك على خامس المراكز هملولة محمد بن عبيد بالحلوس العامري هناك على خامس المراكز، والمركز السادس هناك على سادس المراكز شواهين احمد بن سالم بن سعيد الخيالي على المركز السادس وسابع المراكز، والوصول الجميل والرائع هناك على سبع المراكز، الوصول الجميل من نوف محمد بن عتيق بن شامس العامري هناك على المركز التاسع وصلت فيه هناك الشاهنية محمد بن مدير بن حمد الدرعي، والمركز العاشر هناك وصل فيه شعار أحمد بن خزام الهرقي العامري مع سلهودة. إذن مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل اختتمنا النداء، ولكن لا بد من العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة والمركز الأول. هناك على القيادة والريادة الشاهنية مسلم بن كميت بالذويب العامري متصدرا للجموع الغفيرة، ولكن هناك المحاولات من الوجبة راشد بن محمد بن سعيد الحنتيمة المري على المركز الثاني وغير في هذه اللحظات إلى المركز الأول. المركز الثالث هناك على ثالث المراكز مياسة خميس بن عتيج بن جمعة الرميثي على المركز الثالث، المركز الرابع هناك الوصول الجميل والرائع من هملولة محمد بن عبيد الحلوس العامري على المركز الرابع، والمركز الخامس والوصول الجميل والرائع من الشاهنية أو حرير حجي بن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي، والمركز السادس هناك التدخل الجميل والرائع والممتازة هناك من نوف محمد بن عتيق بن شامس العامري، أول نداء لنوف هنا التدخل الجميل، ولكن الوصول من شواهين أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي على المركز هناك السادس أو السابع، المركز الثامن هنا تدخل هناك تدخل الجميل من الشاهنية محمد بن غدير بن حمد الدرعي، ووصل هناك وصلت حاملة رقم 15 مساندة محمد بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي محمد بن غريب هناك بن راشد الاكتبي وصل في هذه اللحظات الجميلة والرائعة، والمركز العاشر بنت المطر سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي. اذا نعود الى المقدمة ونعود الى الصدارة والمركز الاول، هناك على المقدمة الوجبة راشد بن محمد بن سعيد بن حنتيم الحنتيم المري هناك على الصدارة والمقدمة والمركز الاول. المركز الثاني هناك وصلت فيه وصلت هملولة محمد بن عبيد بن حلوس العامري، وصل في هذه اللحظة وتدخلت الأسماء، وصلت مياسة تدخلت في هذه اللحظات الجميلة، هناك خميس بن عتيج بن جمعة الرميثي الله 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 الله، وصلت أيضا هناك شواهين، وصلت شواهين أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي، وصل في هذه اللحظات الجميلة والرائعة، وأيضا الشاهنية محمد بن غدير بن حمد الدرعي و1200 حرك اللي
تبى تحرك والروح يلي تبى تروح. وهناك المقدمة ما زالت هناك مع الوجبة على الصدارة. والمركز الأول راشد بن محمد بن سعيد الحنتيم المري. الله 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 الله. المركز الثاني هناك شواهين على المركز الثاني وهملولة. وصلت هملولة محمد بن عبيد بن حلوس العامري على المركز الثاني. وصلت شواهين أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي على المركز الثالث. رابع المراكز والتدخل هناك مساندة. وصلت في هذه اللحظات الجميلة محمد بن غريب بن راشد الأكتبي. الله 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 الله. هناك الوصول من الشاهنية سالم بن حمد بن قرين العامري. وصل بهذه اللحظات الجميلة ولا زالت الوجبة على المقدمة على الصدارة والمركز الأول. هناك الراشد بن محمد بن سعيد الحنتيم المركز. الله الله. المركز الثاني هناك مساندة محمد بن غريب بن راشد الاكتبي. وصل في هذه اللحظات الجميلة والشاهنية. وصلت سالم بن حمد القرين العامري. ولكن غيرت مساندة. انطلقت مساندة هناك تبي تسلم لها للجبيب محمد بن غريب بن راشد الاكتبي. هنا تسللت في الامتار الاخيرة. ولكن الخطورة هناك من الشاهنية سالم بن حمد العامري. ولكن خلاص أمساندة وصلت وتسللت وانتقلت وانطلقت انطلاقة الفوز والناموس. شكرا هناك لمالك أمساندة محمد بن قريب بن راشد الاكتبي. وسلام يا الهيارة والجبيب هناك تحتضن هذا السلام. المركز الثاني وصلت فيه على ثاني المراكز الشاهنية سالم بن حمد بن قرين العامري. والمركز الثالث هناك الوجبة راشد بن محمد بن سعيد الحنتيم المري. والمركز الرابع وصلت فيه شواهين أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي. وخامس المراكز هناك بنت المطر سعيدة بن سهيل بن دليوي الاكتبي. إذن تهانينا والناموس المركز مساندة محمد بن غريب بن راشد الاكتبي. وتوقيتها الزمني 7:47 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه على ثانية المراكز 9 هناك الشاهنية سالم بن حمد القرين العامري. وتوقيتها الزمني 7:48 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث هناك الوجبة راشد بن محمد بن سعيد الحنتيم المري. من وصلت على ثالث المراكز وتوقيتها الزمني 7:49 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.